حد هنا بيحب عمرو دياب؟ احنا كلنا بنحب عمرو انا دياب. كان ليا قصه بقى مع عمرو دياب، اصل انا من عشاق عمرو دياب، الناس اللي بتنط من فوق السور عشان تحضر حفلاته طبعا. ده. فكنت في يوم قاعد في مكان، ومكان عادي قاعد مع حد من اصحابي، وبعد ما قعدنا بساعه فقال لي جيمي، قلت له في ايه؟ قال لي عمرو دياب ورقه. قلت له يا ابني انت عبيط ولا ايه؟ هو هيثم بحييه قاعد في السعوديه بيكون نفسه دلوقتي. فببص فلقيت عمرو دياب قاعد، فانا مش عارف بقى ساعتها اعمل ايه، اقوم اخده بالحضن، طب اعيط، طب ابوسه، يعني اعمل ايه مش عارف. ففضلت قاعد ساعه او ساعتين انا بتفرج عليه بس، فمش عارف اعمل ايه، لحد ما جه فنان كبير يعني انا اعرفه، فقلت له يعني ابوس ايدك لو مشيت من غير ما اتصور معاها، يعني مش حدش هيصدق. ورحت، وكانت الحاجه اللي فاجئتني يعني ان هو قد ايه بني ادم محترم جدا، وقعد طبعا يقول لي هو ليه طريقه كده في الكلام، حبيبي انت بتعمل ايه حبيبي؟ فقلت له انا بعمل فيديوز على السوشيال ميديا. قال لي ما شاء الله ما فهمش فيها ايه الحاجات دي. فقلت له يعني بنعمل حاجات تضحك على السوشيال ميديا بتاع. قال لي ما ايه ولادي بقى يعرفوا الحاجات، بتمثل؟ قلت له، قال لي اجيبك معايا في كليب. قلت له ينفع عضبه وانت موجود؟ ما شاء الله اتفضل اقعد. قلت له عمرو باشا انا قاعد هنا، انت متاكد ان اللي انت بتعمله ده؟ وفضل يتكلم معايا، هو لا يعرفني ولا حاجه، وشجعني وحكى لي قد ايه هو كافح من وهو صغير، وكان ازاي الموضوع اسهل دلوقتي. فانا بحييه يعني، هو احنا بحبه كلنا الحقيقه جدا، بنحيي الفنان عمرو هو دياب. هو قدوة. وانا عايزه اقول لك على حاجه، ان الفنان الفنان المتميز، الفنان الجيد ما بيختلفش عنه كانسان. يعني صح، لما تلاقي فنان بجد بتلاقي انسان بجد. صح. فطبعا كلنا بنحيي الفنان عمرو دياب، هضبة كلنا بنحبه. هضبة. يا رب يكون شايفنا دلوقتي. يا رب.